مسوي حالي انا هلا؟ شو عميل؟ والله ما عارفه يا ربي شو الو الزعيم ولا خايف بهدلني ما يصدقني. خلص الله يا خالتي خليني اطلع، هلا بجيب الزعيم وبياخذني بالغصب. ورحمة ابو البشر، ما في مخلوق يخلق يقدر طالعك من هون. لك انت ما بتعرفي لابي. انا اللي بعرفه لابوكي. امك الله يرحمها كانت تحكي لي عن عمايله وفصوله معها. لك اخ يا خالتي والله خايفه. لا تخافي، فوتي على اوضتك، من هون مالك طلعه وما في حدا بيقدر ياخدك من عندي. جاسم أباوي. اسمعي يا حرمي، وينك ها؟ بنتي هلا بتعمل حالها بتطلع عندي، كلمتي احسن من 10، ولا بعمل لك فضتي بالحاره لا قبله ولا بعده. ها شو عم تحكي انت يا ابو قاسم؟ مثل ما سمعتي ضرب السكن. حسن ملافظك ابو قاسم، انت واقف نح باب بيتي. ها شو عم واقف على باب بيتك؟ اللي يا بنتي تعمل حالها وتطلع وتروح معي على البيت، ولا بعمل لك مشكله. ها بنتك رح تضل عندي، حاكم حضرة جنابك نازل فيها ضرب على شي بيستاهل وشي ما بيستاهل. هاي بنتي ما حدا دخلوا فيها، بقتلها براضيها صالحة، ما حدا دخلوا فيني. ايه دخلني انا داية الحارة، واللي عم تعمله مع بناتك ما بيجوزها. ما دخلك لا انت ولا غيرك، هاي بنتي وانا حر فيها. ابو قاسم قلت لك مروة ما رح تطلع من عندي، يلا بقى روح من ناح بيتي. اسمعي ولدي، تصير الشر ما تخليني كبر اكثر من هيك. ها شو بيطلع بإيدك ساوي؟ قد ما بدك كبرها. ماشي يا داي، لا تقولي ما نبهتك، أنا نبهتك. ها بكره شو شو ساوي فيكي؟ و و ب ب ما 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 ماشي ماشي. مشان الله يا خالتي لا تخليني أروح، مشان الله. لك حبيبتي أنا ما فيني خليكي عندي، إجباري بدي وديكي لعند أبوكي، بس مو هلا، لحتى يجتمعوا فيه عضوات الحارة وينبهوا عليه ما بقى يضربك على طالعة والنازلة أنت وأختك، لا ياخذوا منه عهد يعني. طولي بالك حبيبتي لا تخافي. شرفوا سيدي، بعيدكم مشان جيب بنتي من عند الداية تبع الحارة. أبو قاسم، بنتك سرقت شي من عندك من البيت؟ تف بنت أمك سيدي، بنتي ما بتعملها. بنتك قاصر شي؟ لا بنتي مو قاصر، الحمد لله بنتي يعني عمرها ديك الحسبة، يعني شي بتقول هيك يعني شي 6-7 سنين فوق 30، يعني شي 10 سنين هيك شي. يعني بنتك لا صغيرة ولا صار شي من عندك من البيت؟ لا سيدي. قوم بتسر من عندي قوم. ليش سيدي؟ يعني ما بدك تروح معي لعند الداية مشان آخذ بنتي من عندها؟ لا سيدي ما رح أجيب لك إياها. وليه بقى سيدي؟ لأنه هاي الشغلة عائلية بيناتكم. لو قايل لي يا أبو قاسم إنه بنتك سرقت شي من عندك من البيت لروش حتى شحط وجي بعد كركون. لا يستر على عرضك يستر على بيتك سيدي، ما عاد بدنا إياك نهاية، كتر خيرك فضلت على راسنا. إيه السلام عليكم، أنا بروح أجيب بنتي. لك شو هالناس هي؟ فكرني ما بعرف إنه هرباني من بخله ومن إيده الطويلة. يا شيخ الله يطول بعمرك، يعني بدك ساعدني شلون رجع البنت على البيت من غير حكي ومن غير شوشرة. عمي أبو قاسم، أنا ما بدي أعلمك شو هو الصح وشو هو الغلط. أنت ما شاء الله عليك بمثابة الوالد، واللي بتعرفه أكثر من اللي بعرفه واللي تعلمته من شيخي أبو النور الله يرحمه ترابه. تعيش ترحم يا ابني، تعيش ترحم. رفقا بالقوارير أبو قاسم، الدين أوصانا خيرا بالنساء، يعني المفروض علينا أنه نعاملهم بالحسنى. بس يا شيخي، خاصة أنه حريم بيتك الله يخليك فوق راسهم، بالهم غير رحمة الله ورضاك ورعايتك وفهمك كفاية أبو قاسم. والله ما بعرف بعد هذا الكلام سمعته منك يا شيخي، الواحد ما عاد يعرف شو بده يحكي. ما شاء الله عم تقول درع درع عم تحكي. ومنكم نستفيد عمي أبو قاسم، ولا تنسى أنه دعوة المظلوم مجابة، الله لا يجعلك من الظالمين. فهمت عليك فهمت عليك ابني فهمت عليك. روح هلا لعند الداية، طيب خاطر بنتك بكلمتين حلوين، وإن شاء الله ما بتكون غير مسرور الخاطر. ولعلمك عمي أبو قاسم، اللي بيجبر بخاطر حرمي رب العالمين بيجبر بخاطره وبيرضى عليه. لك روح ربي يجبر بخاطرك وينيلك مرادك، والله يرحم أبوك وجدك، ما شاء الله عليك والله تبيض بش وبترفع الراس يا شيخي. بس يعني بعد إذنك يعني هيك. لا تكمل عمي أبو قاسم لا تكمل، اللي دار بيناتنا صار ببيت الله، وما حدا رح يعرف شو اللي دار بيني وبينك غير رب العالمين وبس.
على بالك فيك يا شيخي ويخلينا اياك، بس هالمره ده تروح معي لعند الداي. المره الماضيه ما رحت مع الكراكون لعند يوزباشي، ان شاء الله ان شاء الله. وانا مو تجي انا مثل 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 الوالد الله يرحمه، هلا بدي مون عليك بدي اخذك لعند الداي من البشر، بدك تروح معي. حاضر عمي، حاضر تكرم عينك. الله يخلينا اياك ويحمينا اياك يا رب. قوم شرف شرف شيخي يا يا ربي. وعدني انه ما عاد يمد ايده عليكي ولا على اختي، فالله يرضى عليكي. اليوم لازم ترجعي على البيت. أمرك شيخي. الأمر لله أختي. والنعم بالله. سمعتي دايه؟ سمعتي شو هالشيخ ورد؟ خلاص أبو قاسم، أنا بجيب لك بنتك لوسط بيتك براسي. سلام ما ذكرتي، سلام ما ذكرتي أختي. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم شيخي. السلام. لا تخافي تقبليني، ما بصير لي. مين مين؟ أنا معلوم. تخيلك تخيلك البسي وامشي معي على البيت بسرعة. شوفي لأنه مرت ابني عم تمرض. يلا لجيب أغراضي بس. يلا عشتي تخيلك. الحمد لله على السلامة تقبليني. الله يسلمك. شغلتينا بالنا. كيف رجعتي؟ رجعتني خالتي ام البشر، بس راحت لعند امك مرت اخوكي عم بتولد. مني وعلي ما برجع على هذا البيت مره ثانيه. الله يقومك بخير وسلامه يا شكريه. لعل عيونك يا شكريه، لك في حدا بيلعب بعز الظهر، الناس بتلعب وش الصبح بنص الليل يو. يا شو بايدي؟ الله بايدك تقبريني بايدك. إيه لا مو بايدها، شوفي هلا شو فيك تساعديها؟ شو فيني ساعدها هلا؟ عم بستنى لحتى تستوي. وهلا شو ساوي؟ لا تعملي شيء، روحي سخني لي شوية مي سخنة وساوي لي كاسة شاي لحتى روق، يلا روحي وشي. كاسة شاي؟ ماشي. علي عليك على هالولادة، مني على قامتي عليكي. يعني أمي مش بدي أتعذب. لا مو عذاب، بس في ناس بتصل للموت يعني. لا تقبريني أمزح معك. يلا يلا عيني وانا يا رب يا رب يا رب يا رب فوت ارقع بدن كسرت كثير. لا 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 تقبرني. شنو هالمره هربت لعند الداي؟ المره الجايه ما حدا بيعرف وين بتروح. بلا مظبوط، بعدين انا وعدت الشيخ ورد انه ما عاد مد ايدي على بناتي بنوب. ايه ايه تشكر قاسي، هذا اللي بدي اياه منك. سليك تفتحي لي عيونك عليهم 10 على 10 انه خاف انه يعملوها عاده بعدين تموا يهربوا من البيت. الا رايح اربطهم عشرة. لا 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 بوس ايدك انت بس لبقى تضربون ما حدا بيهرب من البيت. ماشي خلاص. ليك انا رايح الدكان بدك شيء؟ سلامة قلبك الله يرزقك يا حق. جيب لك معي الضمينة. ايه تقبرني. نعم انطربك وليك ولا مرة بتقولي ايه لا دائما ايه ايه خبيتك على دوت النفس. بس ما بدي شيء الله معك. طمنينا في قتلة ولا لا؟ لا تقبريني هالمرة ما في قتلة بنوب بنوب. إن شاء الله يكون صادق بكلامه. حاكم دنب الكلب يضل أعوج. لا تقبريني ما بيجوز تحكي هيك مهما كان هذا أبوكي. هالمرة خلص أنا بكفله. لا يسمع منك.